اهلا وسهلا بيكم. النهارده بنتكلم عن وصفه طبيعيه 100%، مفيش منها اي اضرار مطلقا. الوصفه ديت هي نواه البلح. تتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هل فعلا نواه البلح ممكن تغير لون الشعر؟ هل ان هي ممكن يعني تدي ثبات للون الشعر الابيض، ام ان كل دي اكاذيب وان كل دي يعني وصفات كلها يعني ايه لا يوجد عليها اي دليل؟ وطبعا التجربة خير شاهد على هذا الكلام. احنا طبعا بنجيب البلح ده كده والنوى وهنعمل تجربة ونشوف هل فعلا نوى البلح هل بيغير لون الشعر، وهل ان هو ممكن يصبغ الشعر الابيض باللون الاسود، ام ان الكلام ده كله عاري تماما من الصحة. بنحط نوى البلح على الشيالة وبنحاول ان احنا نخليه كده يتحمص، وزي ما احنا شايفين اهوت. حد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش فاهم منه اي حاجه. لا ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين؟ بينشف وبنجيب الكبه عشان ان احنا نطحنه في الكبه عشان انا تعالوا كده نشوف الطريقه وهقول لكم اللون بيفضل قد ايه ثابت على الشعره. وبعدين هنجيب كوب من الميه وهنحط الميه ديت على الخلطه ديت، وبعدين هنسيبها على النار حتى الغليان. لما انت بتتكلم صح. طب انت عارف ابوه ايه؟ يبقى الوصفه المكون الاساسي بتاعها هو النوى البلح المطحون اللي احنا حمصناه، وهنحط عليه ايضا قليل جدا من الماء اللي هو المغلي اللي هو الشاي مع المريمية مع القرنفل مع إكليل الجبل، زي ما انت عايز تحط حط. لكن هل هذه الوصفة ستؤدي إلى صبغ الشعر الأبيض؟ ويعني إيه هي المدة اللي ممكن تفضل الشعرة يعني مستمرة في السواد؟ هتتفاجئوا إن المدة هي حتى غسل الشعر، لأن طبعا بعد غسل الشعر الشعرة البيضة هترجع زي ما هي، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وكأن هذه الوصفة ملهاش أي قيمة جدا مع صبغ الشعر، فهي لا تصبغ الشعر مطلقا. بتتكلم صح طبعا. بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف أبوه ايه؟ طبعا احنا لو شفنا اليوتيوب هنلاحظ ان في مئات ملايين الفيديوهات اللي بتتكلم عن نوى البلح وان هو بيغير لون الشعر الابيض، وده كله كلام لا يصح مطلقا. يا عزيزي يجب عليك ان انت لا تصدق كل ما تراه على الانترنت.